واحد في كرب كده، فتوسطت عند واحد من اهل الغنى، قلت له في واحد وانسان فاضل وفي كرب ففوجئت ان هو قدامي قام مديه مبلغ غريب، شفتش حد بيدي لحد مبلغ يعني عشرات الالوف يعني. فانا كنت انا وواحد زميلي كده قاعدين يعني اتأثرنا كده، فاللي خد الفلوس ده بكى قعد يعيط يعيط يعيط، وانا كنت في كرب وانا مش عارف ايه. ففوجئت ان هو لما بكى بدا يقول ايه ده، انا مشكلتي طلعت اكبر من الفلوس دي. فانا يعني ايه، انا اتضايقت اما قال الكلمه دي، فوجئت ان الراجل اللي بيدي قام مطلع مبلغ تاني كبير جدا وقام ادهوله. فانا انا ساعتها كنا في عمره، خدت صاحبي ده ونزلنا نبكي، قلت له يلا يا ابني نجري على باب الله، اذا كان ده عطاء مخلوق لمخلوق امال ربك لما يدي بقى امال الغني. افتكرت بعدها قول الله بل يداه مبسوطتان، الراجل ده غني، اداله مره اداله تاني، ده لو طلب تالت هيقفل ايديه ويقول يا عم ما عندكش غيري ولا ايه. انما ربنا لما بيدي ما بيقفلش ايديه، ربنا لما بيدي بيفضل ايديه مبسوط. فاطلب منه الصبح واطلب الظهر واطلب بالليل، ربنا كل ما تطلب منه يفرح بيك، كل ما تطلب منه يحبك، مش العكس. يداه مبسوطتان. خايف ليه؟ خايف ليه وربك المجيب؟ خايف ليه وربك الغني؟ هو خزاين ربنا اللي فيها خلص، ربنا حي لا يموت. هو ربنا ابوك ولا قريبك اللي كان نازل من السعوديه ومعاه اجهزه؟ يا عم الراجل اللي جنبه، يا عم انت هتعدي الكلام ده من المطار ازاي؟ قال له ما تخافش، قريبي في المطار شغال. يا عم انت جايب حق، انت معفر قوي، هو الكلام ده هتعديه ازاي؟ ما تخافش قريبي في المطار. هذا الرجل يقول نزلنا المطار لقينا قريبه مات. هو انت مهما اتكلت على المخلوق، المخلوق ممكن يموت، المخلوق ممكن يعاديك، ولكن ربنا ربك الغني.